مشاعر كبيرة من الحسرة والندم حملناها في نفوسنا ولا نزال. تأخرنا إلى أن فات الأوان وانتهى كل شيء. كلمة واحدة كان ممكن نقولها نتدارك كل شيء، لكن للأسف تأخرنا عنها. تركنا كلمة واحدة فحملتنا آلام كثيرة لا تنتهي. كلمة واحدة لو كنا قلناها في وقتها لما حملنا كل هذه الحسرات معنا. أنا آسف لو كنا قلناها في وقتها ولم نتأخر. مرحبا. الاعتذار مش إنك تطلب مسامحة الطرف الآخر عن خطأ أو تقصير أو زلة. الاعتذار أكبر من هذا بكثير. الاعتذار معناها أن العلاقة بينك وبين الطرف الآخر مهمة جدا، غالية على نفسك، لا يمكن أن تفرط فيها أو تتنازل عنها مهما حدث. البعض يتهرب من فكرة الاعتذار مع أنه في قرارة نفسه يعرف أنه مخطئ وأنه مذنب. السبب مش الكبر أو مغالطة النفس، لا، يخاف أنه لو اعتذر راح يفتح باب لسلسلة طويلة من التوبيخ والتقريع واللوم والعتاب أو مراجعة ملفات منسية وقديمة بين الطرفين، فيقرر التخلص من كل هذه المخاوف ويلغي فكرة الاعتذار نهائياً. أحياناً نخطئ لكننا نتساهل في أمر الاعتذار، نظن أن الموضوع بسيط وما يستحق، ثم نتفاجأ أن الطرف الآخر متحسس أو مجروح بشدة ومتأثر أكثر مما كنا نتصور. ممكن لأن الخطأ فعلاً كان أكبر مما تصورنا، وممكن لأن الطرف الآخر حساس بشكل كبير، وقد يكون السبب المعزة الكبيرة في قلب هذا الشخص، وعلى قدر المحبة يكون الزعل. أعتذر له، ما بخطأ ولا حاجة، بعتذر له. لعنت واحد ليش عاند؟ لو عاندته خلاص وطلع كبرت خلاص، يا أعتذر له، مش إنه خلاص يعني أكبر بحقه خلاص ورح لي. يجب علينا ولو أخطأنا ولو بكلمة واحدة، ضروري أن نقول آسف، أن نبادر، أن نقول أنا آسف، أنا أخطأت في حقك، أنا أعتذر. بكل معنى الاعتذار أن أعتذر للشخص اللي أخطأنا له. مرات نخطئ وما نعتذر، مش لأننا ما نريد الاعتذار، لكن لأننا شعرنا بيأس مبكر من قبول العذر. أحياناً نحمل مخاوف بأن من أسأنا إليه وأخطأنا في حقه ما راح يتقبل اعتذارنا، فنقرر الابتعاد، بينما الطرف الآخر كان قلبه مفتوح دائماً، كان ينتظر فقط كلمة آسف ليسامح وينسى كل ما حصل. والبعض يعتذر وقد يكرر الاعتذار مش لأنه مقرر بخطأه ومقتنع أنه جرح الآخر فعلاً، لكن يريد أن يغلق الموضوع وينهي القضية. كثير كثير مرات وأحس أننا هو الغلطان مش أنا الغلطان، ولكن بادر بالاعتذار وأنا آسف وأعتذر عشان يرجع الشخص الطرف الآخر يتقبل الاعتذار ويعرف بخطأه ويسامح. إذا شعرت بس شعور ان اي انسان يعني زعلان منك او تشوفه يعني متباعد عنك، فلا بد ان تعتذر له وتشعره بانك اذا اخطات في حقه ولا شيء، هل يعني تساله هل اخطات في حقك، لا بد تقدم الاعتذار بالطريقه التي تناسبه وبالطريقه التي يرغب فيها. لا اعتذر، سواء خطا صغير او كبير اعتذر. يقولون بادر بالاعتذار ولا تتاخر عنه، وأقول بل قدر الموقف والحالة النفسية للطرف الآخر. بعض المواقف تحتاج إلى مبادرة في الاعتذار، والتأخير قد يؤذي الآخر ويزيد في الجرح، وفي مواقف أخرى تحتاج فيها أن تبتعد قليلاً عمن أسأت إليه، بعدها يكون الاعتذار أنسب وأقرب إلى القبول. البعض يعجز عن الاعتذار، ما يستطيع أن يقول أنا آسف، ما يقدر يعترف أنه أساء إلى الآخرين وتجاوز في حقهم، لكن ممكن يعتذر بشكل غير مباشر، يتعامل بشكل ألطف، يسألك كيف حالك، أساعدك في شيء، يمزح معك، يحاول يفتح مواضيع أخرى، يحاول ينسيك ما حدث ويغير الجو. ممكن الإنسان يتقبل مثل هذا النوع من الاعتذار أحياناً، لكن بعد فترة ممكن يمل من هذا الأسلوب لأنه نوع من المغالطة
والتذاكر. يعني ممكن أول حاجة تبدأ تكلمه في أي موضوع وكذا، بعدين تقول له يا أخي أنا آسف كذا، حبة حبة على سب. بعضهم أحيانا يستحي، أحيانا بعضهم قلت لك يكون فيه شوية خجل، بس مع الوقت يمكن الواحد إذا اعتذر يكون مرة ثانية قد وخلاص متعود بإذن الله. سبحان الله، كل إنسان له طريقة بالاعتذار، أحيانا تكون عبر هدية، أحيانا تكون عبر كلمة، أحيانا تكون عبر موقف صار وتعدل بموقف آخر أو شيء. بالنسبة لي تعبر له بأشياء يعني كثيرة جدا، تقدر تعزمه مثلا، تقدر تدي له هدية، تقدر وتفاتحه بعدين بالموضوع. الاعتذار هو بعدة وسائل، في اعتذار مباشر وهو مقابلة شخصية والذهاب إلى الشخص نفسه والاعتذار له رسميا، وفي اعتذار بطريقة أخرى، إما عن طريق الرسائل، إما عن طريق هدية، إما عن طريق صديق آخر. هناك عدة وسائل للاعتذار، أهم شيء أن الاعتذار يصل إلى من أسأت إليه، ولا بد أن تشعر بأنك اعتذرت وأنك أخطأت في حقه، ولا بد أن يسامحك من طيب نفس ومن خاطر، وأن تجبر بخاطره حتى يرضى الله عنك أولا ثم يرضى عنك الآخرين. الخطأ قد يقتضي منك تكرار الاعتذار وتقديمه بطرق مختلفة، يعني أخطأت تحمل مراضاة الآخر، بس خليك على حذر، لأن تكرار الاعتذار كثيراً ما يكون تذكير بالجرح ونبش لماضي تم نسيانه ودفنه. قيل إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. الاعتذار مقياس لشخصيتك، لأخلاقك، لمستوى تهذيبك. لما تعتذر عن خطأك فهذا يعني أنك شخص متأدب بآداب المجتمع، متخلق بالأخلاق العامة، ملتزم بالقواعد الاجتماعية. أما المكابرة وعدم الاعتذار تجعل الناس تضعك في خانة المنبوذين اجتماعياً، وإن اضطروا أن يجاملوك لسبب من الأسباب. يا إما يعني من كبر، أو بعض أحيان يكون من ضعف، أو بعض أحيان يكون من أن الشخص بيحس أنه بيقلل من قيمته، مع أنه بالعكس الاعتذار يعتبر شيء جميل جداً والاعتراف بالخطأ فضيلة. هما يكون مذنب أو إنه مثلاً ضعيف شخصية ما يقدرش إنه يواجه الشخص هذا. بس يعني كنصيحة لأي شخص، أي واحد مثلاً زعلك أو شيء، يا أخي اعتذر منه مهما كان. لأنه يكون الطرف الآخر يكون ظلمت الطرف الآخر، وتحس إن الطرف الآخر ما بيتقبلش الاعتذار لأنها مش موجودة عندنا بكثرة. اعتذر إذا أخطأت، لأنك ممكن تكون قدوة لغيرك وتخلق في من حولك عادة حميدة. لما تعتذر أن تسهم في نشر ثقافة الاعتراف بالخطأ وفضيلة الإقرار بالذنب. لما تعتذر أن تشجع الآخرين على أن يكونوا أقوياء مثلك ويعترفوا بأخطائهم ويجتهدوا في إصلاحها. لما تعتذر عن خطأك أنت ما تصلح العلاقة بينك وبين شخص واحد، بل تشارك في تصحيح وتغيير طبيعة المجتمع وسلوكه. أثناء الاعتذار قد تواجه عقبات من الطرف الآخر، قد يشيح بوجهه عنك أو يقابلك ببرود أو يرد ردود مستفزة. لازم تكون حكيم في مثل هذه المواقف، ممكن تؤكد شعورك بالندم ورغبتك في إصلاح خطأك، وممكن تنسحب وتأجل فكرة الاعتذار إلى وقت آخر. المهم إياك أن تنفعل، إياك أن ترتكب خطأ بجانب خطأك السابق، لا سيما إذا كان الطرف الآخر عزيز عليك ونسبة قبوله للاعتذار في وقت آخر كبيرة جدا. هنا تكون الصدمة الكبرى، وهذه هي القشة التي كسرت ظهر البعير. بالدعم أكيد، خلاص ما قبلش الاعتذار، أنت أديت اللي عليك، إنك قلت له آسف واعتذرت له. إذا كان مش مقتنع فهذا أسلوبه الشخصي، مش ضروري إنك تضغط عليه في الاعتذار. تكرر إن كان الشخص هذا يستحق هذا الشيء، وإذا كان الخطأ يحتاج إنك تكرر الاعتذار. أما إن كان شيء زي ما يقولوا مكابرة منه فتترك وبعدين
فيما بعد سبحان الله الأيام بتعرفه أن هذا الاعتذار صار في وقته المناسب وأنه كان هو مخطئ، هو مخطئ بحق رفض الاعتذار حق لك يعني. حاول معه أكثر من مرة، وإذا كان ما قبلش العذر تمام يعني حاول مرة الأولى كان قدر ما يكون غضبان من شيء ما قدرش إنه يسامحني على هذا الشيء، المرة الثانية حاول فيه، وإذا مثلا المرة الثالثة ولا كده أحاول أنا مثلا عندي شخص آخر إنه مثلا يدخل علشان يكون صلح ويقبل اعتذاري إذا كنت أنا مثلا غلطان بحقه، وإذا ما ذا خلاص يعني إن أنا قدمت واجبي وأديت شخص وبادرت وأنا ما في شيء إشكالي. في أشخاص لا يعجبهم العجب، يعني مهما اعتذرت له مهما طلبت منه المسامحة إلا أن في نفسه يعني شيء هكذا، يعني كأن يكون سلوك شخصي أو سلوك فردي. لكن إذا لم يرضى بالاعتذار أحاول معه مرة ومرتين عن طريق صديق عن طريق أي طريقة حتى أنه إيش على الأقل أنه يشعر أني اعتذرت له، حتى تبرأ ذمتي أمام الله تبارك وتعالى وأنا أكون من السباقين إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك إذا رضي الله عنا سيرضى عنا جميعا ويهديه إن شاء الله ويسامحك، وإذا سامحك فهذا إنجاز كبير. آداب المجتمع اللي تعيش فيه ونمط حياته لازم تتعلمها، طبيعة الناس اللي تخالطهم وتتعامل معهم لازم تفهمها، أحبابك والمقربين منك لازم تعرف إيش اللي يزعجهم، إيش اللي يضايقهم، إيش التصرفات اللي تؤذيهم، لازم تعرف كل هذا عشان تتجنبه قدر الإمكان، أو أقل شيء تعتذر إذا حصل منك خطأ. ناس كثير أخطأنا عليهم أو قصرنا في حقهم، فرقتنا الأيام والأقدار وما قدرنا نقول لهم آسف. نحن الآن عاجزين عن نقل مشاعر الندم إليهم، عاجزين أن نكفر عن ذنبنا ونعوضهم عما فاتهم. نرجو أن الحظ حالفهم مع آخرين، جبروا خواطرهم طيبوا نفوسهم فنسوا ما بدر منا وسامحونا. لازم نكون واقعيين، أحياناً يكون خطأنا أكبر من احتمال الطرف الآخر، بعض الجراح تكون عميقة جداً وغائرة جداً، صعب تندمل ومستحيل ترجع مثل ما كانت. لازم نتقبل مثل هذه الخسارات مثلها مثل غيرها من هزائم الحياة. إذا في شيء ممكن أننا نفعله فهو أننا نحافظ على الثروة اللي ما زالت بين أيدينا، الناس اللي ما زالوا يحبونا لازم نتمسك بهم بكل قوة ونحافظ عليهم بكل ما نستطيع.